بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد إن شاء الله كسو دواد بوغال كينا عيد قدب إن شاء الله واجانا الكينا فسر كريوينكا دريوينكا نوغبرتين إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى عمل كيغا الله نوسقو والله نقدقو كو عافماد إيو برارة نسية إن شاء الله. مقال كان ومقال عجيبة شان شيء حدي أسميسيد إن شاء الله تعالى وبدليسا قري جاجا قايب كم إذا جندا يعني ولمبالغة الأهمية في هذا الموضوع يعني أهمية دشنت شيء إليهين أي واحد نصو قارني تسأله قد جينا أن يصبح بيتك قطعا من الجنة يعني قايب كم إذا جندا إنه قري جاجا إسكو بدلي دانو هدي أسميسيت شنتان شيء عن كولا وذاك دانو. يا مرحبا يا أحبتي أحبائي في الله ولا له يقصد وهذا إن شاء الله مقالك لايك تسيسية دينكو أديا دوم حسن إلى إذن كرال النقضو وحال كان كنا هاي ولا له مركزي كدواء لبس سندود أيان وذسعون إن شاء الله سدى عاديا لبس سندود ونودماتي ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة إنا خير إيو جنة إن شاء الله وحدين كعصنا يا وحربا يعني كهر مرسنا يا برامج كنت أنا جود قلين وحربا هنا مركزي برامج كوسو كرديو هنا نسي لايف أوسو قلنا كاميرات سو فريسنو مركا كاميروين كنا ويكلا غاليسيهين وكو حجرو مركا استعمال السعاء اللي تلفون هذا السعاء اللي يهين مركا مركا وحا أوبا هنا هاي كل يدد كالكان كجرا دد مراد لو كجرا دد وحا كجرو ما شاء الله يعني محسنين ديعد أبو ذكرتان إن شاء الله تعالى كامروين نوعيدة مركاسي يعني نوع عن ربنا ونوع كوني شام بقول إلا كوني سدح بقول جوكتا أو سيكاليرا لسكوار كايو إن شاء الله إن مركاسي برامج كأدوغو خدميسان إلهينا سبحانه وتعالى مراد كيني سهلو أما مركاسي تلفون مركاسي أنو غمار مكرنا كاميرا إنتا سيوحان مركاسي أسو قدبين إن مركاسي نغو تبرعدان سيان خير كأغشقينو وأن برنامج كنا أبدل نصي الله فإن المصدقنا إن شاء الله تعالى وأن مقال استعمالنا وأن برنامج كورمرينا إن شاء الله أنتي صاحب هذا هلق جوجرتا قوة عصبي قوة هرين وجوجري أنتي خير بدنا نقف أيدي وسلح برنامج كان فإذا كلو ينضل دونا إن شاء الله وإذا كعصنا إن نبرده إن كل واتقانا ونصارا نلسو حريرة هدي أد محسن تهي وأد مرناس إن شاء الله تعالى صدق جاري يكون نقض دونا نجنا خيرا وجشقين إن يلا أنو الله هاي إلهي سبحانه وتعالى خاتم هذا نتوسي إن شاء الله أنت سي إجرى لهذا وعطي جاس برامج كقصة أحسن إن شاء الله تعالى مركح حكتم وقال كلا جري سي أذيعه دي هذا المركح سي أبوذين إن بقلال كلا إنه جار إن شاء الله تعالى نوشر جريسين أنت كوريسا سد عدد النواهيد أم بذين ودمان تينوا صلى جنوب محمد صلى الله عليه وسلم عاون وجمع وابين بركيسن مال مرة بعد ويان سوماليا ما شاء الله يعني خيرك وبدني هاي أن كسلنا الرسول كان عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سود وذا إن شاء الله تعالى كسود وذا مقال كنا وشن شيء هدي اسمه يسيد قريقا وحي كدقايان قيب جنة كمد يعني everything وحوال بو خالدا ودباتا فقريا وكابحيا إن شاء الله تعالى هدي اسمه يسيد أضمن لك إن قريقا برواقا نقونيو هدي اسمه يسيد شنطان شيء إن شاء الله تعالى بإذن الله هدو إليك وقدره هذا كان كواد محوية يعني. شيء كواد وعجيب وحلقيا منه كل فضودية لكن والله وحاد وعجيب وويا قريقا مالين والبا كو آخري وحكم إذا قرآنك كريمك يوميا يعني ورد كردقو قريقا ورد وقردق كل يوم يعني مالين والبا ما أهان كمدها هاي شان جست طبان جست لبات يعني هل جست كمدها هاي حتى هنقطو هل سورة أو يرير هنقطو لباتن آيدود صدن آيدود كنتن آيدود وسمي كرتا وعشر دقائق بس وحلقية بابراه بلشدين عن كجرنو موستلي لباتن يعني لح ساعة ضدك قاركوت يكون جراين أفر ساعة ضد كانوا غير رال ساعة يكون جراين هدي هذا آخر 60 دقيقة وصورة أما هل بك أما هل مقرأ أما لا مقرأ تقولي كل يوم أدوردي كلي قطه ساعة دي أدربتين والله وبالله وطلاه واحد من بعسك بدري وحلاقي يا بين هذا يا أحمد وشو قل يعني محيط واحد مالك أستاذ سمين وحمد كدرين يعني يا أخي بالعقيدة يعني عقيدة قلبك إيمانك إدمانك مهم ويا حديث بكوها يا رسول كان صلى الله عليه وسلم وكلية حديث كان سلوى حديث بكو شيء حديث كان رسول كحكوري عليه الصلاة والسلام قال
البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة. قولي ملائكة سوى حاضرتي محاك بحاي وحاكتك أي النحوسات والشياطين وعبدة الجن كل يعني ملائكة مركي قولي سوى حاضرته تنزل عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة يا يعني قولي أن حريس بسوق ليس يعني شيطان كبا كبحاي فقري يا كبحاي يعني وحا كبقاي يا كبحاي قوستي بكتكيسا يعني في يعني القرآن تحضر الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله يعني أهل كانوا واسع بالنقوني خير ككو بضاني يعني ويكثر خير وقرق خير كيسا بضانا أرزاق ديسا بضانيس بركديسا بضانيس والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين قرق آن القرآن كاللغو أخريه إننا شياطين بصوحة دريس هذه شياطين صوحة درت ملائك من جوغي مية وتخرج منه الملائكة قرق مركة ملائك تكتكتي فقري يا شيطان يا شيطان إلهي سبحانه وتعالى وحليه أن الشيطان يعدكم الفقر يعني شيطانك وهيدين بلق ويدين شيقة فقري أيو دين بلق يعيدكم الفقر يعني فقري بوكو شيء وآيد قرآن ويان يا شيطان مش وصوك الفقر بوكو يعني كو دمان القادة كو إيمان آية ويضيق بأهلي أهل كيسنا عريري بيقلين يعني مركي ملايك تيبحضو أهل كان عريري بيقلين ويقل الخير خير كان ودمان وكيران قري قري بركة ملا عنتظر لكري إبر يعني وحلقية بينات حولها يزتو لكن ما تنفع يعني ما لك وح وكوتر أيو وأتكفى إذا سام ما بتشرام ببركة ذي بكتجس كل شيء أد عنتو كل لك قاضي سا لماذا شيادين بقري قاعد كان قري قاعد دي هيسون لقشدو تلفزيون كهيسون أنت سواك شفروم يعني from six to six يعني لحظة إلا لحظة وما أنت مسلسل يا شيادين يسوق الآن ما تنفع شيء والله هذا قر يعني سك استدأس كده ويس وقري جاجو أيو شيطان كده جين حديث كس حديث كله أي رسول صلى الله عليه وسلم سليمان بن المغيرة لقوري قال وحري أبو هريرة رضي الله عنه البيت الذي تلا فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره يعني قري ج لقوا آخرنا كلامك الله يعني أهل كيسة واسع أنا ما يدرين وبركوب الماء مال بعد هليسة وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين والبيت الذي لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهلي يعني قري عرير بن قنا وقل خيره وتنكب يا يعني وتنكبت عنه الملائكة وحضر الشياطين ما شاء الله يعني حديث كان يحدث ذيك آيات القرآن كحيت المعمى يا قرآن هداد قري جا وردي وقديكتو والله ثم والله ثم والله قري جا قري بركة بدن وخير بدن وأرزاق ذا أيو نقنا قري سعادة فرحة كدري ميسون نقنا يا مركا قرآنك وآخرية مدي لبعض وحيتاي كثرة الاستغفار واحد لقيا بين الأرض أحمد وآخرنا استغفار نعم هذا آخر سال لكن أذيك إن آمنتو استغفارتو والدائم تويا يعني تسالها واتكفر لذا واتكفر لذا وردك أفكادك وقب استغفارت استغفر الله وأتوب إلي استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله كل صيغة التي تعرفها يعني استعملها يعني صيغة كستوت قرانيسو استعمال استغفارتا إن أي قريقة أي كينيسو أرزاق آيات قرآن أو قرآن سورتنا أي وحبلا كشيكيس نبي الله نوح عليه السلام مركو قوم كيسل هاللي محوناي وحوناي فيريا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني ربكين استغفار ويديستا وغفور رحيم إنه كان غفارا أي كدي محاوة يرسل السماء عليكم مدرارا يعني سمضة أي إلهي سيد تالن تالي إذا كوجس رب إذا إيمانا يعني ربكم حيوكين أرزاق أرزاق بدليس يعني استغفار بمعنى الأرزاق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فيري ضدك كشيء جناية الممدلو ويعني تعديل بيقول دعي جو حمل ما قاعدي كرو إيه أختي العزيز أخي العزيز إلهي بكوب اللي قاعد حكولي ويمددكم بأموال وبنين يعني ويلل إيه مال بإلهي كسيني استغفار ويان وقران زيوة سو مروا ميسند آياتك الله آياتك الله سو مروا ميسند أخي العزيز مروا ميسند ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم إيه جنات ويجعل لكم أنهارا يا أخي العزيز جنات هذه قريقة استغفارتك بديسو يعني يصبح بيت قطعة من الجنة يا أخي يعني قريقة جنات بنغنية ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فيري إلهي وحكله ورما أنا يقول كالسون ندميا
ما wax miga danaynaysid miya ina rabbiga wax ku siin kara ma ogid miya maxaad u quursanaysaa maxaad u dareemaysaa faqri xumaan ya waqad khalaqakum atwara alam taraw yani ilaahi wuxuu ku soo qaadanaya tusaaleyaal tarabada wuxuu leeyahay waxaas baan sameeyay migu kalsoonid miya istighfar la imaada ya akhi istighfar استغفر الله واتوب اليه اكثرها تطبق اركود 20000 تبنكن لواتنكن اخرني والله عجيب كواسي وين راحستين سعاده مربتها فرحات مربتها يا اخي العزيز والله ستفلح وليبانيسا مد سد حاد وحيتاي او غريغاغا جنن وبدليس والله عجيب ويا وغريغا ان نظيفيسو او ترتيبيسو او اد يعني بشي اما يعني اسبوعي اما بشي هل مرات يعني انسي كشدي بخور aad ku shidid wala marra fi shahr hada waxay dhirta tanziif guriga wa la hagaajiyay maxaa xiga bedelay ka sameeyay naxam ya akhi guriga aan hagaagsanayn adiga hata saacadi kuma dareemis adiga hata raaxa kuma dareemis hadii alaabtaadi qashinka gurigaaga isdhex yaalo ma ku qancaysid adiga hata yaani guri baraka badan ma noqonay gurigaaga markuu nadiif yahay oo murattab yahay ciriirib ha noqdo door hayrada doorob umrattab yahay hagaagsan yahay nadiifsan yahay quruxsan yahay marka soo gasho qalbiga ku degay koobiya daacadood ku raaxaysanaysa Soomaalidu waxay dhaadaa yaani dooradu waxay dhaan markii xaarka way wad cunta laakiin after stertershade yaani qofka quruxda iyo dadka waxa jira waxba haysan laakiin iftiinkooda quruxdooda la yaabis limaada gurigooda nadiifsadaan way soo qabaystaan stiliida soo marsadaan way qurux badan yahay saada ka dareemaysa minna xoolo kasto u haysta gurigiisa qashin iyo balaayo yaani shayaadiinta halkay ku dhumataa shaydaanka inta ku dhunta qashinka ku dhunta gurigaaga hadii uu qashin iyo wasakh iyo isku dhax yaacsan yahay barakadii way ka hadaysaa weeyaan barakadu way ka hadaysaa akhil aziz ha hal habban way idii sheegaya hadii gurigaaga aad bukhur ama unsi ku shido yakoono ruuxani yaani gurigaaga guri khayr buu noqonay ya shayaadiinta iyo yaani khudaam sixirka ma jecla unsiga laba nooc unsiga ugu fiican oo aad shidan kartid oo meel kasta ka heli kartid unsiga loo yaqaano qistil hind yaani nooca qistil hindiga oo ka samaysan noocaas hada guriga ku shidato usbuuci hal mar xitaa hada maalin kasta heli karin gurigaaga waa ajaayib buu noqonaya gurigaagu isbedelaya fiir guriga maamada ay unsi ku shido iyo guriga aan lagu shidin isku khayr maan guriga habeenka raaxad ku seexanaysa dad shido shayaadiintu way ka carareysa ama bukhur loo yaqaano bukhur fahm yaani nooc dhuxush geed ka samaysan guriga way ka tagaysa idan gurigaaga wuxuu noqonayaa guri khayr iyo barako iyo xasilooni iyo maal soo gal maasha Allah kan saddexa afraad waxay tahay oo gurigaaga qista min aljanna qayb kamida jannada u bedelaysa iqaamatu salaa yaani gurigaaga inaad salaad ku tukatid ina salaad ogtid oo salaad ku tukatid yaani salaadaha way badan yihiin salaad waa tukataa samaan naam laakiin gurigaaga ku tuka rasuul sallallahu alayhi wasallam sunooyinka qaar ka mid ah guriga uu la aadi jiray sunooyinka markuu salaada ka baxo uu kabiis u qaadan jiray guriga uu ku tuka jiray limaada as-salaa salaada guriga lagu tukanayo gurigaaga qayb ka mid ah yaani malaa'ik ba soo xaadiraysa ya malaa'ik ba soo xaadiraysa الله سبحانه وتعالى حديث قدس حكوليه ان انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه يعني مالك وحان نسو دجنيبا ان صلاه لوغو اوغو زكاتنا لوغو بخيو حدي مرك صلاه اتكتو والمال ينزل حدي زكاه كبخيدو والمال ينزل مالك مرك كلما اد يعني خيرك كو قبتت يعني و... يعني غريغا مرك صلاه سنه كو سمي اداد صلاه بتكنين وادمتي يعني دد حجر صلاه غريغود ان لا تكنين ama dad aan salaad tukanin ay joogan taari ku salaad yaani wal isku khilaafay madaahibta qaar waxay leeyin waa kaafir qaarna waxay leeyin waa faasiq munaafiq yaani marka qof oo martabadaasi xunta la gaarsiyay oo gaalnimo la gaarsiyay gurigaaga joogo malaa'ig ma soo galay taari ku salaad guriga joogo baraka male yaani sunnada iska badaa dad waajibaadka aan tukanina guriyaasha noo jeefa oo guriyaasha ka soo kaca oo guriyaashii cunta ka cuna oo reerki laga jecel yahay oo duhurkii soo u seexdo 5 saac duurki ku tagay casarkii ku tagay habeenkii soo kacaya habeenkiina xumaan iyo dhibaatoon ku sameeyay gurigaas ma tanfac shay gurigaasi baraka ma laga yaaba gurigaasi waa lagu kala tagaya waa burburaya limaada waa guri shaydaan way shaydaan istiqraar kamaalis xasilooni kamaalis ha marka iska ilaali gurigaaga sunnada wax kamida ku tuko maalin walba hooyadu way ku tukataa maasha Allah adigana ku tuka abow gurigaaga laba rakac keen afar rakac keen sunnooyinka dhan gurigaaga keen hadda heli kartid tan ugu dambeysa waa arin cajiib ah weeyaan gurigaaga yaani cusbo iyo biyo inta isku qastid yaani maalintii ama isbuucii hal mar gurigaaga
jaraarada ama qolkaaga ku biifi. cusbada maxay tahay? cusbada waa cajiib. cusbada nuxuusaadka, caajiska, faqriga, shaydaanka, kulli way ka tirtiraysaa gurigaaga. gurigaaga way ka tirtiraysaa, waa cajiib weeyaan. yacnii gurigaaga way ka tirtiraysaa. athar ba loo hayaa? nacam, waa loo hayaa athar. yacnii shayaadiinta ciriiri bay ku dareemayaan. adiga xataa markaa culays dareentid, cusbo intaas ku dars ku qabayso, gurigaaga afartiisa geyso qololka, inta cusbo qasid ku biifi ama cusbada caadiga dhig. ashaydaan maa yadkhul lbayt fiihi milx, yacnii shaydaanka ma soo geli karo, ma soo geli karo. yacnii shaydaan markaad ku rashido, yacnii ma dhacday? nacam, way dhacday. shayaadiinta iyo cawaaridda iyo sixirka uliba baxayaan. sayidatana caaisha radiallahu canha ayaa haweenay, yacni musnad imaam axmed ay ku soo arortay, yacnii caaisha radiallahu canha ayaa haweenay ayaa la joogtay. haweenaydii waxay ku tiri, yaa caaisha bint rasuulilah sal allahu alayh wasalam, caaishoy, maxay diinta ka qabtaa bay tiri. haddii aan yacnii aan xirto jamalkayga, yacnii ratigayga haddaan xirto oo uusan qof kale iga arkin, maxay yacnii jamal yacnii ninkayga ka wadaa. ninkayga haddaan xirto, yacnii aan sixro oo dumar kaleba uusan arkin anaguna i arko, maxay diinta ka qabtaa? caaisha radiallahu canha way xanaaqday, yaa way xanaaqday, way ka saartay guriga, iga tag saaxiraddii bay tiri, guriga iga bax, saaxirad baa tahay. guriga ka saartay, meeshii ay fadhidayna waxay dalbatay cusbo iyo biyo ayay dalbatay, meeshay fadhidayna waa ku biifisay, way ku biifisay. yacnii waa ka saartay guriga, gurigii waa ka biifisay. yacnii waxay ka dhigan tahay cusbadu, yacnii shaydaanka iyo saaxirka ma oggola. rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam xadiis cabdullahi ibn mascuud weerinay, waxaa laga wariyey asoo masjidku tukunaya ayaa waxaa qaniinay dibqalo, yaa yacnii farta ka qaniinay mid ka mid ah oo kabar kama qaala alxadiis. kadib rasuul sal sl markuu salaadii ka baxay ayuu waxaa uu ankaaray, wuxuu yihi lacna allahu alcaqrab, yacnii ilaahay ha lacnado dibqalooc, maa tadacu nabiyan walaa kayr, yacnii nebi iyo kayrkiis maba daynaysid. kadibna weel oo biyo ku jiro iyo cusbo ayuu wacday, ayuu ku qasay, kadibna meeshii uu dibqalooc ka qaniinay ayuu saaray. wuxuuna ku akhriyey biyihii, yacnii biyaha markuu qasay wuxuu ku akhriyey suuratu qul wallahu axad walmacawadatayn ayuu ku akhriyey, xat ilaa uu suntii xanuunkii ka istaagay. wuxuu ka sheekay rasuulku sal alay wasalam faa'iidada suwarkan oo birbilfalaq iyo birbinaas iyo macawadateynka ay leeyihiin, faa'iidada ay leeyihiin. yacnii suuratu alfalaq iyo suuratu naas, haddii aad 333 aad mid walba akhriso, xaqiiqo waxa ah inaad ka nasanaysa xasad oo dhan ka nasanaysid. waa xaqiiqo weeyaan, waa yacnii waa arrin boqolkiiba kun jeer xaqiiqa. yacnii suuratu alfalaq iyo suuratu naas min 333 daa akhrido, suuratu alikhlaasna iskabada waa suuratu tawxiid. akhi alcasiiz, ukhti alcasiiza, ashkurukum cala xusni almusaamac almutaabaca, waad ku mahadsantiisaan oo dhegaysateen. waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo aad sheergareyn doontaan. liyacuma alfaa'ida liljamiic, faa'iidu si dadka dhan ay u gaarto. walyastafiida annaas, dadka say uga faa'iidaystaan. wallahi dad badan baa ka faa'iidaystaa markaa sheer garayso, dad badan baana la soo xiriira oo ka faa'iidaystaa. hada min fadli rabbi wa antum lishukri aljaziil aljazaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijka idin sheegaynaa qofkii aboodi kara insha allahu tacaala, falyatafadal.